أحياناً ضغوط الحياة بتبعدنا عن الحاجة اللي بنحبها، وساعة الحظ هي الساعة اللي بنرجع فيها لشغفنا من جديد. ماما من زمان كانت بتعمل لنا حاجات كتير، كانت بتعجب صحابنا قوي، وكان بقى في المناسبات وكده كانت هي بتجيب ماتيريالز وتعملها لنا وهكذا. فقلت ان انا فاجئها وعملها جروب، وان الحاجات تستاهل ان الناس تشوفها. الجروب بدا يكبر واحده واحده، والعدد بدا يزيد، وبدا يبقى فيه اوردرات عكس ما كنت متخيله ان ممكن الناس تتفرج وتعجب بس. هو انا كنت مؤمنه بحاجتها قوي، ان هي حاجتها حلوه جدا. ملك إيمانها بموهبة مامتها دفعت مامتها إنها تاخد خطوة لقدام وتشجعها تبدأ من جديد. أنا من وأنا صغيرة كان عندي شغف بموضوع الأكسسوارز والهاند ميد والحاجات ديت. لما شفت وعرفت فرق ردود الأفعال شجعت أكتر، وبدأت أكبر المشروع شوية بشوية. بس الواحد يعني كان واخدها كهواية في الأول، وبعد كده الموضوع اتطور شوية بشوية كده بقى شغل. أحب أقول لملك إن هي الأيقونة بتاعتنا في البيت، لأن هي اللي شجعتني ورجعتني تاني للحاجة اللي أنا بحبها. المشروع من أوله ما كانش هدفه الربح نهائي، هو كان هدفه إن هي تستغل وقت فراغها في حاجة تنمي فيها موهبتها. حلمي في المشروع ده ان انا وماما نكبر في المشروع ده ونبقى اكتر من كده والناس كتير تعرفها. احساسك ان انت بتساعدي مامتك في حاجه انت فاهماها دي حاجه جميله جدا. ربنا يخليك. برافو عليك يا ملك. سي.